سالي، وصلنا لأولى محطاتنا لليوم، وراح نكون مع ورشة عمل قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في سوريا، وبمشاركة مدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات تحت عنوان إجراءات إدارة الحالة. لنعرف أكثر شو هذا العنوان وشو ضمت الورشة من محاور، بيسعدنا نرحب بميساء ميداني وهي مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الخير للسادة المشاهدين. يسعد صباحك مدام ميساء. بالبداية خلينا نحكي عن إدارة الحالة. نحن وقت نسمع مصطلح إدارة الحالة بيتهيأ لأذهاننا كثير من الأمور، وأيضا هلأ المشاهدين حابين يتعرفوا شو هيدا إدارة الحالة، مين الشريحة يلي متوجهين لها ولمستهدفة؟ الحقيقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة للإجراءات اللي الحكومة كاملة عم تتبعها بمرحلة التعافي بعد سنوات من الحرب، كان ضروري كتير نحن نحدد إجراءات واضحة لحتى نحسن نقدم خدمة عاجلة للأشخاص محتاجين. هلأ منحدد الشرائح نحن بالمضبوط. هاي الحالة إدارة الحالة هو بدأ وضعه من خلال دراسة وضعتها الهيئة السورية شؤون الأسرة والسكان من سنة 2016، تم اعتمادها من قبل الحكومة السورية، وبعدين انتقلنا مرحلة لتقل إجراءات. إجراءاتها بدأت بشكل نظام اعتمده السيد رئيس مجلس وزراء بال2017، وكان مطلوب مننا أن نعمل شركاء لإدارة الحالة بشكل واضح، فطلعنا على تجارب الدول الأخرى، والحقيقة هن كانت تجارب كتير كتير مفيدة لحتى نشوف كل دولة شلون شو الأمور اللي خلتها تتحسن في عندها إدارة الحالة وشو لا. هي إذا بدنا نعطيها تعريف، هي عبارة عن إدارة الحالة للخدمات الاجتماعية المتكاملة، بمعنى هي طريقة منهجية وموثقة باستمارات وبإجراءات سريعة مع شركاء متعددين لتقديم الخدمة للأفراد وليس للأسر بشكل كامل. يعني بمعنى إذا في أسرة عندها شخص من ذوي الإعاقة أو شخص طفل تعرض لتعنيف، فبتتم التوجه لتقديم الخدمة ضمن النظام للأفراد نفسها. هلأ مين الفئات اللي مستهدفة بهذا النظام؟ هن عبارة عن خلينا نسميهم الفئات اللي تعرضت لحالة من قد يكون تعنيف أو قد يكون تسول. ففي عنا تقريبا وثيقة عددنا 9 حالات من الأطفال اللي احنا توسعنا فيهم لتشمل جميع أفراد المجتمع. هن ممكن الأطفال يتعرضوا للاستغلال العنف الجسدي والاستغلال الجنسي، قد يكون الأطفال الشوارع أو المتسولين، قد يكون النساء كمان تعرضوا لتعنيف، الأفراد فاقدي الرعاية الأسرية لسبب ما، وخاصة نحن مثل ما قلنا بفترة الحرب كثرت هاي المواضيع. قد يكون أفراد محتاجين لتسجيل وثائق توثيق، خاصة مع وجود حالات من الزواج المبكر، عدم تثبيت زواج، عدم تثبيت أطفال بالشؤون المدنية. فحتى نحن أخذنا حالات التسرب المدرسي أو عدم الالتحاق. فإذا نحن توجهنا للأفراد اللي فعلا محتاجين لمعالجة طارئة وعاجلة، جبنا معنا شركاء. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي عبارة عن وزارة مثل منسقة للخدمة الاجتماعية. فيعني هي تعريف إدارة الحالة بتقول هي عبارة عن مقدمي خدمة اجتماعية. فصار في مثل خلق آلية بتبدأ من الإبلاغ عن الحالة. فنحن هلا كثير عم نتعرض مثلا لحالات موجوده تعرضت قد لا تكون لتعنيف، او طفل موجود من دون اهله، فمباشره في بيكون توجه لرقم، حيكون في خط ساخن بناخذ الابلاغ لهالحاله. هي في عندنا موظف مؤهل بيعبي استماره لهي الحاله، هل هي فعلا حاله ممكن تدخل بالنظام حسب معايير نظامنا. بعدين بيتم التواصل مع في مشرف الحاله حنسميه، مباشرة بيحدد مين هالطفل هاد، وين بدنا، إذا في داعي نحطه بدار مؤقتة لبين ما نحيله للخدمة. مباشرة حل بيكون في عنا شيء جديد بهيكلية الوزارة اسمه مركز خدمة اجتماعية بكل محافظة يتبع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. كتير هالمركز هلأ عملنا له هيكلية كتير ممتازة بتواصل مع كل الشركاء. يعني إذا الطفل مثلا الحالة بدها صحة، خدمة صحية،
فمباشرة بيكون في عنا قائمة بالأشخاص اللي بيقدموا هالخدمة. إذا بدها مثلا موضوع التعليم في عندها صعوبات بالنطق، في يعني حسب الحالة تماما اللي بتم دراستها. يعني احنا حكينا يمكن عن الحالات وحكينا عن كذا موضوع بتتضمن إجراءات الحالة، ولكن خلينا نحكي اليوم ونعرف المشاهدين أكثر بشكل مختصر نوعا ما، شو الميزات اليوم اللي راح تحصل عليها يمكن القائمين او اللي راح يتبعوا اجراءات الحاله او اداره الحاله، شو هي الميزات اللي راح تكون؟ يا ترى هي راح تحفظ معلومات، هي راح تسهل عمليه التعامل معهم؟ خلينا بس نوضح اكثر للمشاهدين. الحقيقه هي نحن انطلقنا من موضوع سريه البيانات، يعني صار في شخص نحن بنسميه مدير حاله، هو اللي الشخص حيكون مسؤول عن الحاله وعن تعبئه الاستماره، والاستماره حتضل معنا، وصار في اتمته للاستمارات، وحتى هي الأتمتة في بتحافظ على السرية حسب صلاحية الدخول لها الاستمارة هي. فقط اللي بيعرفوا بالحالة والمعلومات هن شخصين، هن المدير المسؤول عن الحالة والمشرف عليه، لحتى في مشرف بيقيم عمله هل هو ماشي بالطريق الصحيح أو محتاج لخدمة إضافية ما حسن يوصل له. ففي شيء نحن عنا إذن السرية مضمونة، لكن موضوع كمان نحن الشخصين اللي قدموا الخدمة بجوز محتاجين لمساعدة بمكان ما. فمننطلق أنه المركز الخدمة الاجتماعية رح بيكون على تواصل مع كل الجهات اللي ممكن تساعد. مديرية الشؤون هي المشرفة على هذا المركز. فاتبعنا أسلوب أنه يكون لا مركزية إدارة الحالة، ما بدنا نحن نستنى لحتى ناخذ موافقات أو نحيلها. يعني بهذه الحالة أنتم ممكن اختصرتوا وقت من طبعا خلينا نقول اختصرتوا وقت بما يخدم الحالة. تقديم تمام. نحن مرمعنا هلأ ورشة العمل التي قمت فيها بالتعاون مع الأمم المتحدة للطفولة. مرمعنا، خلينا نحكي عن أهم الشغلات اللي ركزت عليها هيدي الورشة. الحقيقه هن المدراء الشؤون نحن حضرنا هي الورشه، هي ثاني ورشه بالتعريف والتدريب على اداره الحاله. مدراء الشؤون حضروا معنا مع رئيس دائره الخدمات بكل محافظه، ب 14 محافظه. الحقيقه اللي ركزوا عليها انه نحن شلون ممكن تساعدونا فعلا لحتى نكون التطبيق جيد، لانه نحن بتعرفي انه مثلا وزاره الصحه غير وزاره التربيه غير وزاره، فطريقه وضع هالاجراءات هي الحقيقه كان في لجنه من كل الشركاء، نحن ممكن نعدهم اللي هلا بدينا معهم ممكن تتوسع بعدين. بدينا نحن هلا وزاره الداخليه، وزاره العدل اللي هن المسؤولين عن توثيق الحاله بشكل نظامي مع ضابط شرطه، مع طبيب شرعي بيوصف الحاله، مع اذا بدها مثلا اي خدمه عاجله من ناحيه القضاء. بعدين بيجي وزاره التربيه، وزاره الصحه، هدول الوزارات اللي بتقدم الخدمه. هدول نحن بنسميهم مزودي خدمة عندنا. ففي عندنا وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف كمان ممكن لنشر المعرفة، وأي حالة بتتبلغ فيها من خلال المدارس التعليمية أو من خلال خطباء المساجد، والهيئة المصالحة الوطنية، لأنه في عن يجيهم حالات تعنيف أو حالات مفروض يكون في إلها توثيق من دون ومعالجة بدون ما يكون في مثل ضرر على الحالة هي. فإذا موضوع السرية كمان نحن لجأنا له. أهم شيء مثل ما قلنا اللي ركز عليها هو أنه سرعة الإجراء. نحن ليش لجأنا لهالنظام؟ رح يكون في سرعة إجراء. يعني نحن عم نحكي يمكن عن اجراءات اداره الحاله، وهي بتحفظ مثل ما قلنا اهم خصوص اهم ميزاتها، بتحفظ أكيد. سريه أكيد. الحاله أكيد. هي طبقت فعليا ولا لا؟ بحاجه لسه لتعديل لا حتى تطبق بكافة وزارات ما ذكرت حضرتك؟ نحن بدينا نطبقها من 2017. صار في عنا تدرب معنا نحن جمعيات شركائنا فيها، كل الجمعيات يلي عندها هيك حالات، فتقريبا تدرب معنا 700 شخص من تماما. مديريات الشؤون، من الموظفين تبعنا، ومن الجمعيات، وصار عندنا قائمة بما يسمى الناس اللي سميناهم مدير حالة. الخدمة اللي هلأ نحن حنقدمها من خلالهم هي عبر واجهة إلكترونية جاهزة، بس محتاجة شوي تعديل حسب الإجراءات اللي آخر شيء توصلنا لها. هلأ نحن عم نطبقها حاليا، مع طبقناها كتجارب مع الجمعيات. مثلا نحن شريك معنا بمعاهدنا لمكافحة التسول، حقوق الطفل، جمعية حقوق الطفل طبقناها معهم. في عندنا جمعية التنمية الاجتماعية كمان في عندها حالات بمعاهد الأحداث، هن شريك معنا، هن حقوق الطفل، فبدينا نطبقها بمعاهدنا.
هلا نحن كمان حنطبقها على 10 جمعيات خارج معاهدنا لحتى نشوف نحن وين الاجراءات اللي بتسرع كمان منها لحتى فعلا نطلقها. لبين ما يصير هذا التجارب هي في هلا في عندنا مهمه انه نساوي ورشه ثانيه بيوم الاسبوع القادم او يوم تقريبا بيوم الاربعاء. رح نكون مع شركائنا من الوزارات مو بس، فهي هي الورشه اللي احنا المعتمد عليها لنورجيهم الاجراءات اللي حطيناها مع شركاء مع ممثلينهم هن لحتى نشوف كمان شو ممكن يساعد. فمثلا يعني على مستوى انه شو هي الاجراءات اللي انحطت، هي اللي احنا قسمناها مستويات. انا ما بدنا نصل للوزاره لحتى ناخذ موافقات اداره الحاله، نحن خلينا كل شيء موجود بمركز الخدمه وبده يتواصل مع كل شيء موجود بالمحافظه. يعني عمليه تشبيك قمتوا فيها اختصارا للوقت وايضا خدمه لاي حدا بحاجه لهذا الشيء. نحن بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر المعلومات اللي حكيتيها اكيد ضمن ورشه العمل اللي قمتوا فيها. كل الشكر سيدة ميساء ميداني مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. شكرا كثير. شكرا كثير لك وكل التوفيق.